والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نتابع مع بعض فكر الكنيسة في كيفية استطاعة التلاميذ البسطاء إن هم يوصلوا كرازة الملكوت للعالم. شيء مذهل. رتبت له الكنيسة شهر قرايات، عاوزة بس الذهن يتفتح، لأن كل عشية وكل داس بنطلع منها بحاجة. يعني أنا بوعظ ليه؟ مفيش حد، أنا بوعظ لنفسي. اللي أنا بطلعه من الإنجيل باخده لنفسي، لأني مندهش من تدبير الروح القدس. حصن المسيح التلاميذ بإمكانيات، نجحوا جدا في أنه يفتنوا العالم. وكلام بقوله ليا وليكم، لأن احنا النهاردة بقينا في عالم محتاج خالص للكرازة. لو تاخدوا بالكم في كل المرات اللي اتكلمنا فيها، ما كانش المسيح معتمد عليهم في كلام، بل في روح وحياة. إنجيل النهاردة، من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. قانون، زي بقولك آية قالها المسيح كلنا حافظنا، من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. دوكهم خدوها حياتهم، عاشوا متضعين جدا فرفعهم الله. لكن أخد من الإنجيل، أول حاجة شدتني حتى وأنا بقرأ الإنجيل دلوقتي، يقول لك وكان يسوع يلاحظ كيف كانوا يختارون المتكئات الأولى. كل مرة تسمع على يسوع في الإنجيل هو هو يسوع المسيح، هو هو أمس واليوم وإلى الأب. لعله بيكون برضك بيلاحظ. أنا طبعا مش بنتكلم على الدكك اللي قاعد في الدكة اللي قدامه، لا تكلمش على الدكة، بيكلم على القلب من جوه، محدش بيشوفه. بس شدتني دي، وبيني وبينكم عاوز الواحد يخاف منها قوي، وهو يلاحظ كيف يختارون المتكئات الأولى. طب ده عشاء ووليمة. ما احنا بنيجي في كل قداس وكل مرة بندخل، ده بيته، بيت الله، وعشاء عرس الخروف. احنا كلنا في اي قداس او اي عشية بنخش احنا مدعوين عند الله في بيته. فهو بيلاحظ برضك قلبي فين انا. فعاوز الواحد يخلي باله. ساعات الواحد ما بياخدش باله وبينزلق كده في انه يلوم الناس، يحس جواه انه احسن من الناس، يعرف اكتر من الناس، ما بيقعش في خطايا الناس. طب انا اسيومنج صح كده، بس هو مين اللي اداك دي؟ يعني في واحد ربنا اداله مثلا معرفه في الانجيل، هو جابها منين؟ ما ربنا فتح زي التلاميذ لما كان ماشي مع تلميذي عمواس دول، ففتح الله ذهنهم. طب دول محظوظين. لما رجعوا بقى هم للتلاميذ وقعدوا يشرحوا لهم بقى، ما هو كلمهم عن المزامير والانبياء، هيفتخروا بايه؟ ما هو اللي قال له، ما هم كانوا زي بقيه الناس. طب افرض ان ربنا انعم عليا بأي حاجة غير الناس، طب دي من عنده، من عنده. ليه بقول كده؟ لأنه ساعات كتير إحنا بنخش في كنيسة وبنحس إن إحنا أحسن، أو إحنا بنعرف أكتر، أو إحنا منضبطين أكتر، أو إحنا بنيجي في القداس من الأول، غيرنا بيجوا جري على المناولة ويتناولوا، والواحد ما يعرفوش، ما خدوش زي اللي خدناه، ما أنعمش عليهم الله بالاستنارة أو الحب.
ما هو دي كلها عطايا، محبة الله قد انسكبت في قلوبكم بالروح القدس المعطى، دي نعمة. الواحد قلبه وكله على العبادة والصلاة والصوم بيستناه، ناس تانية بتستسقلهم، ما قدرش أبص أبدا للتاني. هو ده من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. فده تسليم، سلموا المسيح للتلاميذ وعاشوا بيه، زي ما هحكي لك شوية آيات كده من حياة بولس الرسول. لأن لو تاخدوا بالكم أنا باخد من آية المسيح وطبق، شوف بولس الرسول ولا بطرس الرسول، شوفوا عاشوا إزاي، عاشوا الآية دي. أول نقطة أحب أن أنا أخلي بالي أنا أوي أوي منها، أن المسيح بيلاحظ وعينه على كل واحد قلبه فين وفكره فين، بالذات وإحنا مدعوين في بيته يعني. دي حاجة. الحاجة التانية اللي بتلفت الأنظار في وصية المسيح للتلاميذ اللي عاشوا بها، إنه الأوضاع في العالم بتختلف خالص عن الأوضاع في السماء، بتتغير لما يدخل رئيس المتكئ. طبعا هي صورة بديعة جدا، مثل رائع من المسيح. لأن كان في متكئ، هو حكاها في قصة تشد الانتباه، لكن هو بيرمي أبعد من كده. هو بيتكلم على الدنيا هنا بالطبيعة، كل واحد عاوز يبقى هو الأول. مش أنا ما بتكلمش على الكراسي، لحسن واحد بيكون قاعد في الكرسي الأخير يقول لك أنا متضع، لا. ففي الدنيا طبيعتنا البشرية تحب المتكئ الأول، تحب يبقى هو الكبير، هو اللي رأيه يمشي، هو اللي باين، هو اللي ظاهر. دي الطبيعة البشرية. وحقول لك جبناها منين، جبناها من الشيطان، اللي لما رفع نفسه قال أرفع كرسي على فوق كراسي العلي فانهبط. شوف التدبير الرائع، من يرفع نفسه يتضع. طب أنا سكن في جسدي الطبيعة دي، طبيعة الشيطان، طبيعة البشرية الساقطة دي فيا طبيعية. طيب تعالى شوف بقى المسيح قال لك إيه، طب ومن يضع نفسه. طيب هل أنا فيا طبيعة المسيح اللي وضع نفسه وأخذ شكل العبد فيا؟ فأنا بقيت إنسان عندي الإمكانيتين دول. لما أنا أنحاز للجسد وأرفع نفسي، ممكن أفضل طول الحياة في الأرض هنا مرتفع واخد المنظر الكبير والشكل الحلو والاسم العالي كويس. لغاية إمتى؟ لغاية ما يدخل رئيس المتكئ وتبقى الفضيحة بقى، يجي لي أنا اللي فاكر نفسي ورفع نفسي وقال تعال لا ارجع ورا، يا للخزي. قال لك إيه، فيبتدئ بخجل يرجع. ويا بخت اللي عاش في الكنيسة وفي حياته وفي بيته متضع كده، لما يخش رئيس المتكة في اليوم الأخير يقول تعالى اطلع هنا، تعالى رس المكان المعد لي. ده المثل الرائع من المسيح. ما بيتكلمش على وليمة وكرسي قدامه وكرسي، لا، بيتكلم على الأوضاع اللي بتتغير. وإدى التلاميذ صورة لزقت فيهم، فتح لهم يعني إيه الملكوت وإزاي هتدخله. يا أخواتنا، الملكوت كله مبني على أساس الصليب، ولو ما حدناش على الصليب استحالة نوصل للملكوت. تقول لي ايه الصليب ده بتاع المسيح؟ لا، ايوه هو بتاع المسيح، بس هو عمل الصليب، عمله بايه؟ بجسدنا. الشيطان عمل ايه في جسدنا؟ سقط، زي ما البولس الرسول يقول وكما كان بانسان واحد الخطيه هكذا بانسان واحد الغفران.
لما كان بإنسان واحد سبب الموت آدم، بإنسان واحد يسوع المسيح صارت القيامة. فبقى أنا فيا طبع آدم الساقط بفكر الشيطان، وفيا طبع المسيح بروح المسيح. مين أقوى؟ صحيح الحياة أقوى، الحياة أقوى من الموت جدا. طيب سيبك بقى من طبع الشيطان ده، احنا عارفينه ومتمررين منه في كل يوم. طب قول لي كده على طبع المسيح الذي وجد في الهيئة كإنسان، فاتضع وأخذ شكل العبد وانحنى وغسل الأرجل وقبل العار على الصليب والعري والتف على وشه. تقول هذه صعبة أوي، لو كان عملها من غير جسد كنت هقول لك صعبة، لكن لو كان عملها بجسدي أنا خلاص دي بقت جوايا، بقت عندي إمكانية. وبعدين بنجربها كل مرة أنا وإنت ناخد المتكئ الأخير كده من جوه ونتضع للآخر، تلقانا ارتفعنا وكسبنا وزي بقولك أنا فرحان وحليت مشاكل ياما ياما موجودة. دي إمكانيات أعطاها المسيح بصليبه. أوعى واحد فينا يقول لا دي صعبة، ما أقدرش أسامح، ما أقدرش أتضع، ما أقدرش أخذ المتكئ الأخير، رأيي ما تسمعش، ما خدوش بكلمتي. ده كان زمان في العهد القديم، أنتم تسمعوا في القداس كده ساعات أبونا لما يصلي الأواشي الكبيرة يقولك إيه، بدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخي توفل. إيه أخي توفل؟ ده كان راجل مشير كبير قوي، مكتوب عليه أنه لما كان يتكلم ككلام الله كان الناس بتسمعه كأن الله اللي يتكلم. طب عمل إيه؟ قال مشور لابن داود اسمه يابشالوم، ها ما سمعش به، فزعل قوي قوي نفسه كبير، وراح مضى وخنق نفسه. فنمرة واحد عشان أراجعها لنفسي قبليكم، المسيح عينه على بيته وعلى المدعوين اللي في بيته في الكنيسة، عينه على قلب كل واحد. فين أنت قاعد؟ فين؟ مش في الكراسي، جوه وأنت في القداس وأنت في بيت الله، قلبك فين؟ حاسس بنفسك أكتر من غيرك؟ أنت اللي بتفهم وغيرك ما بيفهمش، بشوفها كتير. نمرة واحد. نمرة اتنين، الأوضاع بتختلف، الأرض وتدبيرها غير خالص السماء. والفرق هيحصل لما يخش رئيس المتكئ، لما هيخش المسيح. وقالها كذا مرة، هيفصل بين الجداء ومش عارف ايه، الخراف والجداء، هيميز اتنين على الراحة، يؤخذ واحدة وتترك الأخرى. طب ما ايه مش باين؟ لا هو شايف القلب. اتنين على فراش واحد، يؤخذ الواحد ويترك الآخر، واحد هيتاخد. شايفين؟ شفتوا يا للعجب، يقولك ايه، يؤخذ الواحد يرتفع. يا صديقي ارتفع بقى من هنا، مش ده عاشوا كده التلاميذ كلهم؟ ف الاتضاع ده دخل جنسنا زي ما الكبرياء دخل جسمنا. اللي بينحاز لفكر الله بيرتفع، واللي بينحاز للعالم تلقاه يقع بالعالم. فاختار بردك فيه الإنسان، ساعات يضحك عليه ذاته كده والشيطان، يحب ياخد مكانة مش بتاعته. يعني في المثل ده راجل أخذ مكان مش بتاعه، قعد في حتة مش بتاعته، ذاته كبير، هو ما يستاهلش المكان ده قعد فيه. والراجل التاني اللي قعد في المنتكئ الأخير، المكان هو نفسه ما يستحقوش، ورئيس المتكئ ساكت. خلي بالك،
واحد ياخد مكان أو مكانة مش بتاعته لذاته، ده هيفضحه المسيح. واحد تاني حط نفسه في مكان لا يليق به، ده هيرفعه المسيح. تمام تمام، الشيطان حب يرفع مكان مش بتاعه، أجعل كرسية فوق كراسي العلي، لا انحط. المسيح وضع ذاته وأخذ شكل عبد، كمل لي الآية بقى، فرفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومع الأرض. أقرأ لك بولس الرسول عشان تشوف في رسالته الثانية لكورنثوس. أهو بولس الرسول ده كان عنده اسم كبير وحب ياخد مكان كبير، خد رسائل من رؤساء الكهنة عشان يقتل في المسيحيين. طبعا فرحوا بيه، شاول ده هينصر بقى اليهودية ويقضي على المسيحيين، خد مكان مش بتاعه. دخل رئيس المتكأ قبله مرة كده هو ماشي في السكة في طريق لدمشق، قالوا لا 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 ده مش مكانك، أنا سأريه كيف ينبغي أن يتألم. خدوا مكان تاني خالص. اسمع بولس الرسول وبيكلم في رسالته الثانية لكورنثوس إصحاح 6 عدد 8 بيقول إيه. فاكرين الراجل اللي كان ماشي متجبر قوي واخد رسائل، بص، بمجد وهوان خدم بسيط رضي وسيط حسن كمضلين ونحن صادقين. خد مكان إنه مضل ولكن نحن صادقين. شوفوا شوفوا الإنجيل إزاي مطبق عليه، كمجهولين ونحن معروفين. الناس ده مين ده؟ لما مرة خدوه الأورشليم ده مين ده؟ هو مش ده اللي كان بيضطهدنا زمان؟ كمجهولين ونحن معروفين. لما خد المكان الأخير كمجهول خد اسم عظيم في السماء، كمائتين وها نحن نحيا. يموتون ده بولس، هو الواحد بيموت كم مرة؟ هي موتة واحدة. بولس الرسول يقول لك ايه؟ في الميتات مرارا كثير وها نحن نحيا. مكانة ومكانة، ومين اللي بيغيره من المكانة دي؟ المسيح. هو ياخد الموت المسيح يحيي، ياخد الصيت الرديء يديله الله الصيت حسن، ياخد الهوان يديله الله المجد. مش حلوة؟ مش حلوة لينا؟ لأنه يعني أخذ تاني من مثل المسيح. تخيل لما رئيس المنتكة يجي كده يقول لك لا لا تعال فلان أنت مش مكانك هنا، تعال. يا للفرح ويا والتانية مخزية جدا، إيه اللي قعدك هنا؟ ارجع ورا. كمؤدبين ونحن غير بك، كحزانة ونحن دائما فرحين. مش قال يسوع كده؟ طوبى للحزانة. شوف ياخد دي فيديله الله الفرح. كفقراء ونحن نغني كسري، اختار الفقر لأن المسيح كتب عليه إنه إيه؟ الذي وهو غني افتقر لأجلكم. كفقراء ونحن نغني كسري، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. آدي تأمين المسيح اللي أمن به التلاميذ فكرزوا وفتنوا المسكونة. أتوسل إلى المسيح إنه يعطينا إحنا الروح دي، لأنه العالم النهاردة
بقى شكله مخيف جدا. يعني انا يمكن انتوا شفتوا مثلا الاوبننج سيريموني بتاع الاولمبيك، انا بصيت كده بس انا ما خدتش بالي لغايه ما لقيت ابونا المطران امباس رابيون باعت يعني كوندمنيشن كده على، انا ما خدتش بالي، لكن العالم كله ضد المسيح وماكينج المسيح. فالحكاية محتاجة مننا جدا كرازة بالروح بالحياة لكي يرى الناس أعمالنا فيمجدوا إلهنا الذي في السماء. لربنا المجد للأبد، أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، كن مشيئتك كما في السماء. اغفر ذنوبنا يا رب ولا تدخلنا التجارب، نجينا من الشرير بالمسيح. Εμπέριστος Ιησούς Μπεν Σόης. Ασκεφαλός Ιμών του Κρήτη.